طبعا العنوان اليوم عنوان ماشي عادي، عنوان كبير بما تحمل الكلمه من معنى. كنتكلموا على الاستدامه الماليه العموميه لتنزيل ورش الحمايه الاجتماعيه، وهذا التساؤل ديالنا حنا كاملين، انتم كصحفيين كمجتمع كحنا كحنا كبرلمانيين، بغينا نفهموا واش كاين الاستدامه باش المغاربه اللي حقهم علينا انهم يصوتوا لنا طونا، يعني تثقوا فينا. خصنا اليوم ننزلوا عندهم ونقولوا لهم الحمد لله الامور يعني ماشيه بالطريق الصحيح. ملي كننزلوا عند الناس كنقولوا لهم حنا جبنا يعني داك الشيء بالملموس، يعني دي شي حاجه كنقيسوها كتقول لي 500 درهم. حنا بجوج خصنا نقلبوا على كيفاش اننا نقلبوا على الاستدامه ديال هذا الدعم المشاريع الاجتماعيه اللي حقيقه حنا كنفتخروا بها كنواب برلمانيين. من رغم الازمات الحكومه ديالنا ما تضرعتش وما تخبعتش من الازمات، بالعكس خرجت كتدافع وخرجت كتقلب على سبل الدعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنا جد سعداء بتواجدنا اليوم في مقر حزب الاستقلال، هذه المعلمه الكبيره اللي كنفتخروا بها طبعا، وكنشكرهم على حسن الضيافه. طبعا العنوان اليوم عنوان ماشي عادي، عنوان كبير بما تحمل الكلمه من معنى. كنتكلموا على الاستدامه الماليه العموميه لتنزيل ورش الحمايه الاجتماعيه، وهذا التساؤل ديالنا حنا كاملين، انتم كصحفيين كمجتمع كحنا كحنا كبرلمانيين، بغينا نفهموا واش كاين الاستدامه باش المغاربه اللي حقهم علينا انهم يصوتوا لنا طونا، يعني تثقوا فينا. خصنا اليوم ننزلوا عندهم ونقولوا لهم الحمد لله الامور يعني ماشيه بالطريق الصحيح. من رغم الازمات الحكومه ديالنا ما تضرعتش وما تخبعتش من الازمات، بالعكس خرجت كتدافع وخرجت كتقلب على سبل الدعم. وهذا الشيء اللي قالوا سيدنا في الخطاب ديالو ديال 2023 في افتتاح البرلمان، ملي تكلم على قال اننا خصنا نقلبوا على سبل الدعم، يعني البرلمان والبرلمان والحكومه على حد سواء، مسؤوليتنا مسؤوليه مشتركه. حنا بجوج خصنا نقلبوا على كيفاش اننا نقلبوا على الاستدامه ديال هذا الدعم المشاريع الاجتماعيه اللي حقيقه حنا كنفتخروا بها كنواب برلمانيين. ملي كننزلوا عند الناس كنقولوا لهم حنا جبنا يعني داك الشيء بالملموس، يعني دي شي حاجه كنقيسوها كتقول لي 500 درهم. ملي كتمشي للمستشفى الخاصه كتقدري تعالجي بحال سائر الناس، يعني ملي كتمشي للمدارس الرياده اللي ان شاء الله كنتمنى كلنا امل انها ان شاء الله تعمم في الافق، تنوصلوا ل 11000 مؤسسه ديال الرياده اللي هتخلي ان تكون كاينه واحد التنافسيه بين القطاع الخاص والقطاع العام. احنا تكلمنا في الشق الاول، الحكومه تكلمت على ركزات على الصحه وعلى التعليم. الجزء الثاني بحال اللي قال جاء على لسان رئيس الحكومه سي عزيز الاخ النوش اننا دابا نتكونسونطراو ونركزوا على التشغيل، نشوفوا كيفاش حيت دابا الشباب كاملين كيتكلموا مزيان. يعني احنا اليوم بدينا الاسس ديال الدوله الاجتماعيه، ملي كنقولوا الصحه هذوما والتعليم هذوما من احد اضلع الاسس ديال الدوله الاجتماعيه، وبقى دابا كاين عندنا التشغيل. وطبعا احنا متفائلين، حيت تفائلنا قبل من رغم الازمات المتتاليه ومن رغم الجفاف وكذا، ولكن دائما الحكومه كتعطينا الجديد، دائما الحكومه. يعني انا ضد ان الاشاعات اللي كنسمعوا والمغالطات اللي كنسمعوا، كيفاش كنقولوا زياده ديال مثلا في 1000 بوطه ترجع 150 درهم او 200 درهم، هادشي ما كاينش. حنا في القانون المالي كنا واضحين، كنا صدقنا في القانون المالي ان الزياده تكون 10 درهم في هذا العام 2024، 2025 تكون 10 درهم، 2026 تكون 10 درهم، اذا المجموع هو 70 درهم. يعني نعم بالنسبه لتكلمت عليها، الشارع المغربي ما لقاش واحد التجاوب من الحكومه انه كاين واحد الغلاء، وكنعرفوا انه كاين ازمه خانقه بالنسبه للعيد، يعني جات توقيت. نقدر نجاوبك، احنا ملي كان عندنا لقاءات تواصليه مع الساده الوزراء السيد وزير السيد فوزي القجاع ولا السيده وزيره الماليه، احنا كنا برلمان طرحنا قبل رمضان كنظن بجونفي، طرحنا تساؤل وطلبنا من دنا الملتمس اننا ياجلوا الزياده، حيت الزياده مبرمجه وصدقنا عليها في القانون الماليه ما يمكنش تتراجع عليها. وزياده باش بالموازاه مع الدعم ديال 500 درهم وعلى حساب عدد الاطفال، يعني كيتزاد يعني 1000 درهم 1200 درهم، كاينه واحد الزيادات. ملي كنتكلموا على الدعم المباشر كنتكلموا على التلاءم والتضامن اللي كيخلي ديك المراه ان هذيك المراه الفقيره اللي في الطبقه الهشه وكذا، وكذلك تلغي الاجراء، حتى هما كيخلصوا واحد النصيب في الشهر، حتى هما رجعوا كيتعالجوا بحالهم بحال سائر المواطنين. يعني كاينه زياده فلوس وكاينه زياده يعني عن طريق كتمشي يعني العلاج عن طريق، وكاينه زياده اخرى يعني الطبقه المتوسطه. نتكلموا على الدعم ديال السكن المباشر اللي قال السي فوزي قشع ان دابا الميزانيه ديالها 9 مليار ديال الدرهم. نتكلموا يعني الهدف انا اليوم اللقاء اليوم هو الاستدامه هذه المشاريع الاجتماعيه، خصنا نطمنوا المغاربه، نتمنوا يعني كان خصنا نرتاحوا ان فريمون كاين استدامه، ماشي كنديروا سياسه ولا كنديروا دغدغات المشاعر المواطن المغربي وكنكذبوا عليه، بحيث 2026 قريبه باش انه يصوت علينا المرحله الجايه.
الحيه، لا بالعكس الكذوب يعني كيدوز على الميتين، مادام الحي كل شيء بالملموس. بحال قال السيد الفوزي قجع بين واحد المقارنه واحد الطابلو اللي يشرح لنا حنا كاملين كيفاش المداخل ديال الضريبه مثلا كانت 2.7% في 10 سنوات ما بين 2011-2021 وانتقلت الى 10.7 في سنتين فقط 2021-2023 بالرغم من الازمات المتتاليه. يعني كانوا اجراءات حقيقيه يعني ملموسه على ارض الواقع. يعني احنا كنظن حكومتنا كنفتخروا بها ان حكومه انجازات، يعني انجازات اللي تحققت على ارض الواقع ماشي حكومه بعض يعني اللي كتسالي. كنت عندها من مباشر كاين بعض الاسر اللي كيتشكيو من يعني توقيف الدعم اليوم خاص كاين الناس اللي كاين اللي مؤشر طالع كاين اللي مستفد شنو رايك؟ نقول لك هذا طبعا احنا من خلال الاحتكاك ديالنا اليوم مع المواطنين هادشي احنا عارفينه بالتفاصيل ديالو، عارفين حتى الحاله كاين الناس اللي كاع ما استفدوا منها. قلت انا بدوري كنتواصل مع صدر الوزراء اذا كانت شي حاله مثلا، حيت هذا نقول لكم اصلاح جديد. واش الدعم المباشر شي حاجه كانت قبل؟ عمر المغرب دارتها، عمر حكومتنا دارتها، عمر بلادنا دارت دعم مباشر، عمرها عطات دعم مباشر للمواطن؟ عمرها ما كان هذا الشيء. يعني علاش كان ديك التساؤل وديك الاشكاليات وديك دائما النقاش كبير حول صندوق النقاصه؟ حيت كيستافدوا منه الفلاح الكبار، كيستافدوا منه التجار الكبار، كيستافدوا منه المقاولين الكبار. حان الوقت ان ديك المواطن خصنا نسيبليو استهداف، وهذا هو الدور ديال السجل الاجتماعي الموحد، انه كيستهدف المباشر بصفه مباشره. وكان مبرمج انه في 2025 عاد كان يكون هذا الدعم هذا، يعني السجل الاجتماعي الموحد كان 2025. ولكن ان فوا سيدنا خطب نصر له ايده، الحكومه كانت ضروري انها تلبي النداء وتترجم ذاك الخطاب على ارض الواقع. بالنسبه للاضحيه شوف العام اللي فات نمشي معك في اضحيه العيد، اضحيه العيد العام اللي فات كان يعني العام اللي فات وهذا العام، يعني هاد العامين هذوما حتى هي جديده. اول مره كنعطيو الدعم للفلاح 500 درهم على كل راس كل اضحيه، اول مره. يعني عادي العام اللي فات كنا سمعنا مشاكل، وحتى السيد الوزير يعني السيد وزير الفلاح ملي كنا كنسولو ما كانش كيتهرب من الاجابه، كيقول لك هذا شي حاجه جديده دارتها بلادنا، يعني كنحسنوها عام مور عام. وهذا العام راه تحسنات، يعني علاش الفلاح بقى كيعطي لا غارونتي، كيمشي كيعطي لا غارونتي للوزاره انه هو انه زعما يحترم ديك الدفتر التحملات ويحترم ديك الشروط، باش ان الهدف كامل هادشي كامل اننا نستهدفوا ديك المواطن الفقير. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.